السلام عليكم. سنشاهد في هذا الفيديو تطور معالجة الإنتل، يعني رحلة عبر الأجيال. يعني فشركة إنتل العملاق الأمريكي في مجال صناعة الشرائح، يعني قد لعبت دورا محوريا في تشكيل عالم الحاسوب، يعني منذ إطلاق أول معالج لها. يعني فكانت البدايات متواضعة مع أول سي بي يو أو أول معالج الذي هو 4004، الذي كان معالج بسيطا مقارنة بمعالجات اليوم، لكنه كان بمثابة شرارة ثورية رقمية. ثم كذلك جاءت منتصف السبعينيات، شاهدنا سلسلة 88، يعني أطلقتها شركة أنتل في منتصف السبعينات والثمانينات، لأنها كانت تستخدم في أجهزة الكمبيوتر الشخصية الأولى. وكذلك هذه السلسلة شكلت الأساس، يعني لما يصبح فيما بعد معملات إكس 8 أو إكس 86 التي لا تزال تستخدم حتى اليوم. يعني مع ظهور معالجات أو معمارية الإكس 86، يعني مع معالجة 86، وكذلك يعني عصر جديد يعني في تصميم هذه المعالجات، يعني كانت أكثر قوة وكفاءة من سابقاتها، يعني مما ساهم في انتشار أجهزة الكمبيوتر الشخصية بشكل واسع. ثم بعدها جاءت مرحلة التسعينات بإصدارات البنتيوم، يعني أصبحت سلسلة معالجة بنتيوم هي المعيار الجديد للأداء. يعني هذه المعالجات كانت تستخدم في أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة، وكانت قادرة على تشغيل تطبيقات متقدمة مثل الألعاب وبرامج التصميم. ثم بعدها نذكر التنافس الشديد والابتكارات المستمرة، يعني التنافس مع شركة AMD، يعني طوال تاريخها واجهت أنتل منافسة شديدة يعني من شركة AMD. يعني هذا التنافس الشديد دفع الشركتين للابتكار بشكل مستمر، مما أدى إلى تحسين أداء المعالجات وتقليل أسعارها. ثم كذلك التحول إلى نواة متعددة مع تزايد تعقيد التطبيقات، تحولت أنتل إلى تصميم معالجات متعددة النواة. يعني هذا يعني أن المعالج الواحد يحتوي على عدة وحدات معالجة مركزية، مما يحسن أداء المهام المتعددة. ثم التصغير المستمر، يعني مع مرور الوقت أصبحت المعالجات أصغر حجما وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة. يعني هذا التطور كان مدفوعا برغبة الشركات في تصنيع أجهزة الكمبيوتر أصغر حجما وأكثر قدرة على الأجهزة المحمولة. يعني فالتحديات المستقبلية لشركة أنتل الذكاء الاصطناعي، يعني مع تزايد أهمية الذكاء الاصطناعي تتجه أنتل إلى تصميم معالجات متخصصة بالتعامل مع العمليات الحسابية المعقدة والتي تتطلبها تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ثم كذلك الحوسبة الكمومية، يعني تبحث أنتل أيضا في مجال الحوسبة الكمومية، والتي تعد بتقديم قدرات حوسبة تفوق بكثير قدرات الحواسيب التقليدية. ثم تعتبر في الخاتمة، نجد أن أنتل واحدة من الشركات أكثر تأثيرا في التاريخ التكنولوجيا، ولقد ساهمت ابتكاراتها في تغيير طريقة عملنا وحياتنا اليومية. ومع استمرار التطور التكنولوجي، من المتوقع أن تستمر أنتل في لعب دور رائد في صناعة الشرائح الدقيقة. فلا تنسونا إخواني بالاشتراك ودعم القناة، وهذا لتعلم الكمبيوتر وحل مشاكل ويندوز، وكذلك تعلم صيانة الحاسوب، مع كذلك حل مشاكل الإنترنت وضبط أجهزة الراوتر. فما عليكم إلا متابعة قناتنا، فادعمونا باشتراك لكي نستمر ونعطيكم المزيد، والسلام عليكم.